الشهداء والصالحين وإلى أرواح وضرائح من اجتمعنا بسببهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما أرواح هيئة خدام الأصحاب وأعضائهم ومن اجتمعنا بسببهم. اللهم اجعل في قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور والمسك والكافور والولدان والحور. وانقلهم اللهم من ضيق القبور إلى سعة الدور والقصور في ستر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحان الله والحمد.